ده ده بجد الله. بابا جاب لي الشوكولاته اكلتها كلها. انت عارفه يا كلب. طيب ايه ده ايه ده ايه اللي جاب الدور ده هنا؟ ايه ده؟ هو انا كل ما اتضرب بيظهر فلوس؟ مالك يا عمر بتقول ايه؟ بقول لك ايه يا معتز؟ اضربني كده بس ضربه جامده. نعم تحصيل حاجه في مخك؟ مالكش دعوه بس اضربني، اضربني جامد قوي، عايز اشوف طعم الضرب ايه. ماشي براحتك بس ما تبقاش تزعل. ايه ده؟ ده بجد؟ الله سلام. انت دلوقتي بقى يا معتز. ايه يا عمر انت مش عايزيني على الفطار؟ بعدين بقى لسه رمضان طويل، رحلة المليونير هتبتدي. ماما ماما ماما. نعم يا عم. انا قطعت لك الدبدوبه بتاعتك عشان مش عجباني. يا نهارك ابيض. طبعا الدبدوبه اللي انت بوظتها دي مخصوم من مصروفك يا عم. عمر ايه ده؟ دي ظريفه خدتيني. بقول لك يا طنط ظريفه. قول يا عمر. في شوكه طنط ظريفه دخلت في ايدي جوه خالص وعايزك تطلعها لي. بس كده هات يا عمر. امسكي. معلش استحمل شويه، خلاص قربت اوصل لجوه اهو. ادخلي ادخلي ولا يهمك ادخلي. معلش يا عمر انا اسفة حقك عليا. شكرا يا طنط ظريفة متشكر قوي. شكرا. اسمراني عيون سمرة واد جدع راضي ورجولة فهلاويه فما طايرة جاي بسهولة. ما تجيبي يا فريدة عن الشعر بالبتاع اللي معاكي دي. امسك يا عمر، انا مش فاهمة انت بتدخل نفسك ليه في حاجات البنات. انت اختي يا فريدة عادي عادي. حاسب يا عمر دي بتنفع. عارف عارف. خلاص خلاص كفاية. شكرا يا فريد. شكرا ازاي؟ الواد ده ماله؟ انت حمارة يا فريدة ما بتفهميش حاجة. انت بتغلط فيا يا عمر. مش محترم. A few moments later. كل ده وشغل يوم واحد بس. جاتلي فكرة. خير يا ابني مالك؟ عايز اخلع ضرسي من غير بنج يا دكتور. نعم تخلع ضرسك من غير بنج؟ الشارع اللي وراه براحتك تعالى. يلا يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش يا ماما، في ان انا لقيتها ملهاش لازمه قلت اخلعها. انا حي يا ام عمر، ام بندق جربنا صنايعه الكنافه.
نفسها من بلد هنا. لا لا الا الله. ده انا بحلم. الحمد لله انا ما متش. الحمد لله اسماني موجوده. وانا سنه من عيد حلقتنا النهارده، والشاطر فيكم هو اللي هيقدر يجمع كلمه السر مكونه من 5 حروف بنحبها جدا جدا، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي. انا بشكر اصدقائنا جمع احمد عادل وكريم وملك وجودي ومحمود علاء. ما تنسوش اعملوا لايك للحلقه دي ونشوفكم بخير. تضحك ليه؟ لا وانت بتعوم. لا استنى.